نحن الآن في جامع ربيع الكبير، والذي يعتبر أقدم جامع بني قبل حوالي 60 عام، وهو يعتبر رمز من رموز المدينة. هذا الجامع بدأ فيه الترميم من قبل الوقف السني في العام الماضي، إلا أنه العمل لم يكن بالمستوى المطلوب. نطلب من رئاسة الوقف السني إرسال لجنة فنية لتدقيق العمل وتدقيق الكشوف لغرض الوقوف على النقوصات، علما نحن مقبلين على شهر رمضان. لا يوجد موظفين رسميين في جامع ربيعة تابعين إلى الوقف السني. ندعو من رئاسة الوقف السني إجازة الدرجات الوظيفية وتعيين من يقوم على إدارة جامع ربيعة الكبير. احنا تفاجأنا أنه الكشف اللي سووا عليه هندسة بغداد يختلف أستاذ عن الكشف الموجود بالهندسة التابعة لديوان الوقف السني مع بغداد. فاليوم باشروا بالعمل، وهاي نفس ما تشوفون التواليتات صار لنا 8 أشهر وحدا ما كملن، وبهدلوا الجامع وحنا مقبلين على شهر رمضان. والمبلغ المرصود الترميم جامع ربيعة مبلغ خيالي، المبلغ حوالي 250 مليون دينار عراقي بس ترميم. والكشف الموجود مو مال 250، تقول مال 50 30 مليون. اذا الجامع بالكشف الموجود بوقاف نينوى، اللي اوقاف نينوى تجردت من كل شيء، يعني ما بيدهم اي صلاحيه انهم يحاسبون هاي الجهه. فاحنا ما عندنا غير هيئه النزاهه تتدخل وتشوف الكشف والكشوفات الموجوده بوقاف نينوى وتقارن بالكشوفات الموجوده ديوان الوقف السني مع بغداد الموجود بالهندسه. مشكلتنا في ربيعه انه المساجد تعاني اهمال كبير، ولا يوجد اي تحرك من قبل الجهات المسؤوله في الوقف السني. أتكلم عن المسجد الذي أنا إمام وخطيب فيه، وهو مسجد الراكان الذي يقع في ناحية ربيعة في الحي عسكري. في عام 2022 خرجت لجنة من دائرة الوقف السني في نينوى لمتابعة الإجراءات في المسجد، وتبين أن المسجد آيل للسقوط، وقررت اللجنة المشرفة على هد المسجد كاملا وبناء مسجد جديد. لكن بعد فترة جاء المقاول إلى المسجد وهد السياج الخارجي وبنى سياج، لكن إلى حد الآن منذ ما يقارب سنة تقريبا لم نرى الجهات المختصة، لا المقاول ولا المهندسين ولا الجهات التابعة للوقف السني في متابعة هذا الأمر. لذلك من خلال قناة الموصلية الموقرة المحترمة نطالب الإخوان في الوقف السني سواء في نينوى أو في ديوان الوقف السني في بغداد متابعة هذا الأمر، وأن مساجد ربيعة التي يتجاوز عددها 120 مسجد بحاجة إلى متابعة شديدة سواء في الإعمار والبناء أو التأثيث أو حتى من باب التعيينات، لأنه كثير من المساجد تعاني من إهمال في الكوادر، لا يوجد فيها كوادر.